عايزه بقى اسالك، امتى بقى كده حسيتي يعني كده ان انت بتحبي النادي الاهلي وعايزه تبقي اهلاويه؟ يعني كنت بتتفرجي ازاي على الماتشات مع مامي؟ قولي لي كده. ماما هي اللي فرجتني وحببتني في الاهلي، انا اصلا مولوده وانا بحب الاهلي. يا خرابي، يا نهار ابيض، جينات بقى صح؟ يعني الموضوع ده فرق معاكي يا زينه. طيب وبعدين بقى، يعني انت حبيتي الاهلي من كده؟ طب انت لما الاهلي بيكسب بقى بتعملي ايه؟ بحتفل وما بعرفش انام الا تاني يوم. يا خبر. طب ويعني بتشوفي ايه اكتر حاجه بتشوفيها بقى؟ قولي لي. الاهلي والماتشات بتاعت الاهلي. وفي اغاني بتركزي فيها كده يعني عارفه في اغاني بتدخل الفرحه كده على الواحد؟ في اغنيه بحبها قوي. طب ما تسمعينا حاجه كده. ماشي. ها يلا قولي لنا. نمره واحد والبطل ده مكاننا باسمنا، تخطيط ويا عمل والاهلي في دمنا، احنا جمهورك واهلك وسايب واقف في ظهرك، وفخور ان انا اهلاوي واللي بينا سنين حكاوي. اهلاوي 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 حبيبة قلبي، شطورة. دي أغنية جميلة، أصل أنا زي كده بحب بقى الأغاني الحلوة دي، بعد المكسب الواحد يحس إحساس كده قوي صح؟ يبقى مبسوط وفرحان كده، صحيح؟